مرحبا، اليوم راح نشوف شو ممكن انه احنا نسوي رابط بجوجل ميت ونشاركه مع طلابنا. اذا كان الطلاب ايميلاتهم جيميل وايميل الاستاذ ايميل الجامعة. بداية احنا نحتاج نسجل الدخول بايميلنا اللي مسويين احنا بيه الظفور. من بعدها نروح على تقويم جوجل او الكالندر لجوجل، ونضغط على إنشاء أو كرييت. راح يصير كرييت الإيفنت. هنا احنا راح ننطي مثلا لنفرض انه هو رابط، لنفرض رابط محاضرات النظري، المحاضرات النظرية الصف الأول. راح أحتاج أختار الخيارات الإضافية حتى أني أقدر أشوف السيتنجز كلها. راح أختار التاريخ اللي راح يبدي بيه المحاضرة، راح أختار الوقت اللي ممكن راح يبدي بيه المحاضرة، فلنفرض أنه أني حتى أقدر أستخدم هذا الرابط في كل الصفوف. لنفرض إحنا راح نبدي بالـ8:30 إلى الساعة الثانية مثلا أو الثالثة عصرا. طيب أنا أحتاج إنه يكون هذا الرابط هو نفسه، ما حتى لا أظل أني أكرر الرابط أو أسوي رابط جديد. فحتى أستخدم نفسه راح أختار من عدم التكرار، راح أقول إنه أني أكرر يوميا بنفس الوقت، ومن بعدها راح أضيف مؤتمر لجوجل ميت، وهذا هو الرابط الذي أنا راح أستخدمه وأنطي إلى طلابي. فهذا هو الرابط اللي أنا راح أشاركه مع الطلبة. راح أرفع إنه بإمكان المدعوين إنه يدعون الآخرين، هذه راح أرفعها، وراح أرفع عرض قائمة المدعوين يعني حتى ما يشوفون من هم الأشخاص الآخرين. ممكن إنه أنا أضيف وصف، لنفرض إنه ملاحظة للطلاب مثلا، نقدم هذا الرابط لجميع المحاضرات. وخلص أني راح أحفظه، وراح أشوف إنه هو راح يجي عندي بالرزنامة. راح نشوف إنه هذا هو موجود رابط، يعني لو أنطيت الرزنامة بشكل يومي راح نشوف إنه راح يكون موجود عندنا رابط للمحاضرات الصف الأول اللي هذه هي احنا اللي سبقناها. بمجرد ما أضغط عليه راح تطلع لي آني المعلومات، وأسوي نسخ أو أسوي كوبي، ومن بعدها أروح إلى الصف، وأروح يعني بالجوجل كلاس روم، وأروح في داخل الصف، وأقدر آني أنشر المحاضرة الرابط الاجتماع إلى طلباتي. فهذا كل اللي احنا نحتاج ان نسويه حتى نحصل على رابط الجوجل ميت اذا كانوا طلابنا بايميل جيميل، وكان حساب الاستاذ بايميل الجامعة. شكرا جزيلا.